وحول المنتدى يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الدكتور سعيد أحمد، عضو مجلس الأمناء بمعهد التنمية السياسية، رئيس اللجنة العليا للمنتدى الخليجي الرابع للإعلام السياسي. بداية، مساء الخير وأهلا بك دكتور. هل لك أو هل من الممكن أن توضح لنا فكرة المنتدى الخليجي للإعلام السياسي بشكل عام؟ مساء الخير. بداية أود أن أشير إلى أن هذا المنتدى حقيقة قد انطلق في دورته الأولى عام 2013، ويمثل هذا المنتدى لقاء سنوي ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية تحت مسمى المنتدى الخليجي للإعلام السياسي. راح يشارك في هذا المنتدى عدد من المختصين وذوي الخبرة والأكاديميين وصناع القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبعض الدول العربية. المنتدى حقيقة يهدف للتباحث حول أهم القضايا ذات التأثير المتبادل بين الإعلام والسياسة وأثرها على المجتمع الخليجي خاصة والمجتمع العربي عامة. نعم دكتور، لنتعمق في التفاصيل أكثر، ماذا ستحتوي جلسات المنتدى؟ ما هي الملفات التي ستتطرق إليها في جلساتها؟ جيد. طبعا قبل ما اتكلم لو تسمح لي عن عد يعني جلسات المنتدى، عنوان المنتدى لهذا العام هو الاعلام والهويه الخليجيه. نعم. حقيقه سبب اختيارنا لهذا العنوان هو التاكيد على دور الهويه الخليجيه المشتركه في مواجهه مختلف التحديات التي تمر بها المنطقه وبعض الدول العربيه، وخاصه في ظل التصاعد مثل ما انت عارف تصاعد وتيره الارهاب والتطرف. نعم. التدخلات الخارجية في شؤوننا الخليجية والعربية، وذات هذا حقيقة يمثل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام. الجلسات المنتدى هي 3 جلسات أساسية بالإضافة للجلسة الافتتاحية. الجلسة الافتتاحية راح يتحدث فيها سعادة السيد علي بن محمد بن رميحي وزير شؤون الإعلام مملكة البحرين، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وسعادة الدكتور سعد بن طفلة وزير الإعلام الأسبق بدولة الكويت الشقيقة. نعم. كمتحدث رئيس. نعم. الجلسات الأخرى على عجالة، الجلسة الأولى راح تكون بعنوان العولمة والإرث الحضاري. نعم. راح يعني تتناول العلاقة بين مفهومي العولمة والإرث الحضاري ودور الهوية في التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن المحلي. من أهم محاور هذه الجلسة راح تكون التحديات الثقافية والاجتماعية والأمنية والسياسية. نعم. في الجلسة الثانية راح تكون بعنوان مستقبل الهوية الخليجية، راح يطرح فيها عدد من التساؤلات حول البرامج والوسائل التي تستخدمها الأطراف الخارجية بهدف مصادرة حق الهوية في الانتهار. نعم دكتور. نعم دكتور، بالنسبة للجائزة، هل أنت زودنا بمعلومات عن جائزة المنتدى الخليجي للإعلام السياسي لهذا العام؟ جائزة المنتدى جاءت بداية انطلاقا من أهداف التي أنشئ معهد البحرين للتنمية السياسية بمرسوم ملكي، وإيمانا من المعهد بأهمية دور الإعلام في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الحوار بين تيارات المجتمع. نعم. ونشر ثقافة التسامح جاءت هذه الجائزة. وبالمصادفة يوم 16 نوفمبر هو يوم انعقاد المنتدى، يصادف اليوم العالمي للتسامح. نعم الدكتور سعيد أحمد، عضو مجلس الأمناء بمعهد التنمية السياسية، رئيس اللجنة العليا للمنتدى الخليجي الرابع، شكرا جزيلا لك.